تعالوا يا جماعة ندي مثال كده لعمارة مسطحة 100 متر وارتفاعها 4 أدوار. لقينا كده يا جماعة ان بالتجربة ان كمية الخرسانة المتوقعة في الدور الارضي بتساوي مسطح الدور الارضي في 6/10. اذا الدور الارضي يا جماعة احنا قلنا ان مسطح العمارة 100 متر مسطح، يبقى مسطح الدور الارضي 100 متر مسطح كمية الخرسانة المتوقعة بيساوي 100 في 6/10 بيساوي 60 متر مكعب خرسانة. اذا انا حسبت الدور الارضي كده 60 متر مكعب خرسانة. الادوار المتكررة يا جماعة كمية الخرسانة في اي دور متكرر بيساوي مسطح الدور في 3/10. يبقى الدور متكرر 100 متر مسطح في 3/10 بيساوي 30 متر مكعب خرسانة. يبقى العمارة بتاعتي كلها يا جماعة هتاخد مني كم متر مكعب خرسانة؟ الدور الارضي حسبنا له 60 والثلاث ادوار التانيين 3 في 30 ب 90 زائد 60 يساوي 150 متر مكعب خرسانة. اذا انا بقى عندي حسبة وتوقع دلوقتي لكميات الخرسانة لاي مبنى انا شغال فيه. عاوزين نحسب كمية الاسمنت. اعرف كده ان المتر مكعب خرسانة بياخد تقريبا 7 شكاير اسمنت. اذا انا حسبت 150 متر مكعب خرسانة، اذا كمية الاسمنت بالشكارة بيساوي 150 في 7 بيساوي 1050 شكارة اسمنت. لو ترجمناهم ان طن الاسمنت عبارة عن 20 شكارة، اذا هستخدم حوالي 52.5 طن اسمنت. لو عاوز كمان تعرف كمية المياه اللي هتستخدمها في الخلاطات الخرسانية، اعرف ان كمية المياه بتساوي دايما نص كمية الاسمنت. شوف انت هتستخدم اسمنت قد ايه بالكيلوجرام. مثلا الشكارة ال 50 كيلوجرام بتحتاج نصها باللتر مياه، يبقى الشكارة ال 50 كيلوجرام بتحتاج 25 لتر مياه. حسب كمية الاسمنت اللي انت هتستخدمها، انا هستخدم الاسبوع ده مثلا 1000 كيلوجرام اسمنت، يبقى هستخدم قصادهم 500 لتر مياه. يبقى اذا كمية المياه بتساوي نص كمية الاسمنت. ايضا لو عاوز تعرف كمية السن او الرمل اللي هتستخدمها في هذا المبنى، اعرف كده يا جماعة ان كمية السن بيساوي 80% من كمية تكعيب الخرسانة. انا كعبت المبنى ده طلع معايا 150 متر مكعب خرسانة. اذا كمية السن يا جماعة هيساوي 80% في 150 متر مكعب خرسانة بيساوي 120 متر مكعب سن. لو عربية السن مثلا بتجيب لي 10 متر، اذا انا احتاج 12 عربية سن. ايضا كمية الرمل المستخدمة بتساوي نصف كمية السن المستخدم. انا حسبت السن 120 متر مكعب، الرمل يا جماعة هيبقى نص في 120 هيساوي 60 متر مكعب رمل. لو العربية بتاع الرمل مثلا يا جماعة بتجيب لي 10 متر، اذا احتاج 6 عربيات رمل بحمولة العربية الواحدة 10 متر. طيب عاوز اصمم متر مكعب الخلطة الخرسانية نفسه، نصممه ازاي يا جماعة بطريقة سريعة؟ ببساطة كده يا جماعة، متر مكعب الخرسانة 80% منه سن و40% منه رمل. واحد يسأل سؤال يقول لي ما هو 80% زائد 40% بيساوي 1.2 متر مكعب، يعني انا كده الكمية بتاعتي هتزيد عن المتر المكعب. هقول لك لا، ما هي في نسبة كبيرة من الرمل ده بتتداخل داخل السن. السن فيه فراغات كتير جدا، الرملة بتملى هذه الفراغات. اذا 80% سن زائد 40% رمل زائد 7 شكاير اسمنت زائد نص كمية الاسمنت مية، كل الكمية دي يا جماعة يدوب هتطلع لك متر مكعب خرسانة. نهاية الفيديو، أتمنى يكون قدرنا نوصل المعلومة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة واعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. شكرا.